زيدوا كمية الأكسجين أكثر وكمية الدم كمان. الأكسجين 85% والضغط مرتفع. زيدوا لي تخدير. استعجلوا. خططت القلب. أعطيني المقص بسرعة. استعجلوا شوي. رح ينزف أكثر من هيك. بابا نحن ما رح نموت ما؟ كلنا رح نموت ابني. بس كنيتنا وهذا الشجر رح يعيشوا ويعمروا لآخر الدنيا. ما لح يشوف ابنه. معقول هي تكون آخرتها؟ يا ربي وقف معنا. طولي بالك شوي أخي، رح يتحسن إمي ورح يرجع يعيش معنا. عمران ما رح يتركنا أبدا ورح يشوف ابنه. أكيد ما رح يتركنا هالمرة، ما رح مرقها. بس يتحسن رح خانقه على اللي عمله. شلون هيك بيرمي حاله على الرصاص؟ كان بده ولد يحمل اسمه. العمر ناطر هالولد، وأنا كرماله عملت كل هذيك القصة. كنت حابة يصير عنده ولد يسنده بكبرته. يا ربي يا ربي بترجاك، بس خليه يشوف ابنه ويشم ريحته ولو لمرة واحدة، واعفي عنه وحملني ذنوبه يا رب. حملنا يا بابا. اللي شوف يعقوب، تتذكروا نحن صغار وقت كان عندك حصان بالمزرعة تبعنا؟ كان لونه أبيض وأسود وحلو كتير، وعمران ركب عليه من دون ما يخبرك وانكسرت رجله للحصان. وقت اللي طالعوا من الزريبة وركب عليه وكسر رجله للحصان، أنا يا بابا بعرف. تعرف؟ ومن أول ما انكسرت كمان. بالله بس أنت عصبت على عمران وضربته كف كمان. لكن ليش ما ضربتني إلي؟ ليش ضربت عمران بدالي؟ لأنه بيتحمل أكثر منك يا يعقوب وبيصبر مو مثلك. أنا حاولت علمك القوة منه ولهيك ضربته قدامك، وقلت أنت بتعرف حالك شو عامل ورح تحس إنك ظلمته كتير وبيجوز تندم وتعرف إنه ضحى من شانك وتصير مثل عمران يلي مستعد يضحي بحاله بأي وقت مشان أخوه. حاولت علمك بابا. عمران ما رح يدركنا يا بابا. قلت لك بيتحمل يعقوب، لا تخاف. سوية الأكسجين 85% والضغط بارتفاع. زيدوا الأكسجين. راقبوا لي حركة القلب. ديما حبيبتي أنا طالعة أحكي على التليفون. ماشي. شو عملت؟ أعطيت أقوالي جدي وخبرت رجالنا جايين على الطريق.
أهلا جلال. كيف صار عمران؟ دخلوا على العملية بس أنا متأكدة إنه قوي وراح يتحسن وما راح يتركنا أبدا. لا ما راح يتركنا، لا تاكلي هم، عمران مستحيل يتركك بنص الطريق، راح يتحسن ويقوم بالسلامة. إن شاء الله مع قلب شر بابا. أزمة وبتنتهي يا ابني، راح تعدي. شفت يا جلال، كانوا راح يقتلوا أخوك ابني. خلص لا تدعي يا أمي، أخي بإذن الله راح يقوم بالسلامة وما راح يصير له شيء. إن شاء الله. طمنيني عن أخي. ابني عايش. اهدوا شوي، هو لساته بالعملية بس نحن لازمنا حدا يتبرع بالدم فورا. أنا بتبرع. شو زمرة دمك؟ إيجابي. مع الأسف زمرة دم عمران بيك أو سلبي. خلاص قد ما بدكم خدوا مني، هذا بيكون أخي، زمرة دمنا وحدة. أو سلبي؟ ما بعرف شو هي بس أنا أخوه الكبير وإلا ما يكون نفس الزمرة. زمرة دمكم ما بتطابق ونحن كمان مثلك ما فينا نعمل شيء. كيف يعني أمي ما بتطابق ونحن أخوات؟ بس ما نم الطابقين ودم مريم كمان هيك يا ابني. طيب وشو بدنا نعمل هلأ؟ أنت شو زمرة دمك؟ زمرة دمي أبي سلبي. كرام خبر اللي بالقصر وخبر رفقاتك وكمان كل الموظفين اللي بالشركة، إذا حدا زمرة دمه بتطابق يجي هلأ على المستشفى يا ابني. رح خبرهم فورا جدي، وأنا رح خبر الموظفين اللي عندي بالمطعم. تعمل معروف. أنا زمرة دمي بتطابق، فيكن تاخدوا مني بس لازمنا 3 وحدات على السريع مدام. خدوا مني قد ما بدكم، تفضلي معي إذا سمحتي. ما رح أنسى لك هالمعنى. ما نقصة نعمة خانم، أنا أكتر وحدة بتعرف شو يعني الأم تنحرم من بناها. شو كان عم يساوي هنيك؟ ما بعرف أمي، اسمعيني منيح ليكون هالولد كمان بيحب رفيف. ايه أمي. انتي كيف روحتي هالكرت منك؟ كنتي بدل ما تطلب المساعدة من محمود السرسري لحتى تخلصي من رفيف كنتي دخلي كرم، وأكيد كانت انتهت القصة من زمان. لا تحكي شروي غروي، أنا مالي رايقة لمخططاتك هلأ. أنتي بس فتحي عيونك، عمران خاطر بحياته كرمال هالبلد، رح يفضل رفيف على ابن أخته؟ كان كرماله بلحظتها سحب إيده عنا. انتي بس فكري شوي بحكي. اذا عمران صار له شيء ما راح اسكت لمحمود على العمل اللي عملها هي ابدا، مستحيل اتركه يرتاح. انتي لا تفكري بهالشي، عمران قوي كتير وما بيستسلم ابدا، انا بعرف منيح هالشي. انتي لا تاكلي هم، راح يتحسن.